نتكلم على الاهلي والرجاء، لكن كان عندنا مباريات في الدوري العام النهارده، أكيد. فبسرعه بس يلا نشاهد بينا. الاهداف لانه لم تكن هناك سوى مفاجاه وحيده، وهي فوز فريق تعادل نادي بيراميدز مع فيوتشر مع طلائع الجيش. ده البنك الاهلي عمال خطوه خطوه، بقى 23 بونت، النقطة السادسة على التوالي، هدف مبكر لمحمود سيد بيسجل بيه الهدف الأول، وخلاص أعتقد كده إن فريق حرس الحدود مهمته أصبحت مستحيلة، لأنه من 24 مباراة عنده 16 نقطة فقط لا غير. المباراة الثانية اللي جمعت ما بين فاركو وغزل المحلة، وفوز كبير جدا لفاركو على غزل المحلة بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. يعني المباراة وصلت ل 3-0. فكروني بس يا جماعة مين اللي سجل الأهداف عشان برضو ندي لكل ذي حق من حقه. الأهداف هقول لحضراتكم عليها، تقدم من البداية نادي فاركو وأكمل بقى سلسلة نتائجه الطيبة. أحمد فؤاد كان سجل الهدف الأول، ثم محمود حمادة نجم المنتخب الوطني. في الحقيقة حالة تراجع شديد جدا في مستوى فريق غزل المحلة، أدي الكرة خبطت وغيرت اتجاهها وسكنت على يسار الحارس أحمد الميهوب، ومن ضربة ركنية لفريق نادي غزل المحلة بترتد. بص حضراتكم الهجمة المرتدة السريعة، لا يوجد تسلل على الإطلاق، طارق العشري بيجيد جدا الهجمات المرتدة، وخطأ فادح 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 من أحمد ميهوب حارس مرمى نادي غزل المحلة، خطأ فادح يعني خطأ فادح، لكن أحمد صغيري منتهى الذكاء وهدف صحيح، ما كانش فيه أي نوع من أنواع التسلل. في الدقيقة 70 عبد الرحمن عاطف أجويرو اقترب بالنتيجة ونجح في إدراك هدف التقليص الفارق في الدقيقة 82 من أحداث المباراة، لكنه لم يكن كافيا لعودة فريق غزل المحلة، لكن جول ما فيش أجمل ولا أحلى ولا أروع من كده. انتهت المباراة بفوز غالي لفاركو على غزل المحلة 3-1. المباراة الأخيرة جمعت ما بين فيوتشر وطلائع الجيش، هناخد منها نقطة صغيرة كده لما موجودة عندنا، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. أدي يعني كرة أعتقد تم إلغاء هذا الهدف بسبب التسلل على أحمد عاطف، من المجنين على فكرة المحترمين جدا، النقطة كان في أشد الاحتياج ليها طلائع الجيش اللي رفع رصيده، تسلل واضح جدا لا محتاج فار يا دكتور عادل ولا محتاج حاجة على الإطلاق، بس لعيب جيد أحمد عاطف من اللعيبة الممتازين للأمانة. فيوتشر بيفقد نقطتين ثمينتين في صراع القمة، طلائع الجيش كاد أن يخطف اللقاء الحقيقة، لكنه رغم الفرص النادرة لكنه لم يستغلها. فيوتشر زي ما هو في المركز الثاني ب 49 نقطة، طلائع الجيش 18 نقطة، لكن من 23 مباراة في ايد داخلية من 25 مباراة 22 نقطة، والبنك الأهلي من 25 مباراة 23 نقطة.